Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us on the sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people living in life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. اهلا وسهلا فيك مارك رمز معنا الموسيقي والصيدلي. اهلا وسهلا فيك معنا بتحلى الحياة. شكرا على الاداء الاكثر من رائع كمان. اهلا وسهلا فيك اختي. خليك مزبوط نحلم معك. ما في شك. اليوم نحن مجموعين تنحكي عن كونسرت رح يصير ب 23 الشهر بقدمه للسنه الثانيه على التوالي. لنعرف اكثر طبعا عن هالكونسرت حضرتك رح تخبرنا عنه. وهالحفل رح يكون برعايه وحضور المطران انطوان نبيل عنديري. يا ريت بتخبرنا اكثر عن هالكونسرت. اوكي بونسوار. بالنسبه لشانتون نويل 2 طلعت الفكره السنه الماضيه باول موسم كان باول سيزون من شانتون نويل. انا بكوميونتي قدمه شخص فيري اكتيف. سو عملنا اناونسمنت بالرعيه انه رح نعمل كونسرت كبير بمشاركه كل اطفال الرعيه. كان عندنا كاراندو زانفون عم بيشاركوا 42 طفل عم بيكونوا عم بيرنموا كل ترانيم ميلاديه. حلو. وكنت انا عم دير الموضوع كله فروم اي تو زي. ونجح الكونسرت وكان في حضور كثير 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 قوي على الكونسرت بإفار مينيموم يعني. سو على السنه الثانيه للتوالي قررت كمان بدعم من كاهن الرعيه بيرشار بردكاش اللي بقول له ميرسي على كل الدعم. طلعنا بالفكره انه يكون في شانتون نويل 2 وحبيت السنه انه يكون في مساج من خلال شانتون نويل. هلا بنحكي عنه بعد شوي. شو هي الرساله؟ الرساله كانت انه يكون في مشاركه للتشيلدرنز كانسر سنتر، اطفال مركز سرطان الاطفال بلبنان، يكونوا عم بيشاركوا اطفال قدمه بالكونسرت. سو السنه اول شيء كان عندنا 80 ولد بقدمه، سو دبل العدد، كان في 100 نزلنا ل 80 تنقدر نضبط الاجواء شوي. وصار في تعاون مع اداره تشيلدرنز كانسر سنتر، وراح يكون في اطفال شفيو واطفال عم بيتعالجوا واطفال عم يشفوا. رح يكونوا بقدمه، رح يكونوا عم بغنوا Imagine، ورح يكونوا عم بغنوا We Are The World ضمن الكونسرت ب 23 الشهر. نعم. سو هيدا هي فكرة شانتون نويل 1 لحديث شانتون نويل 2. نعم. مارك ليه اخترت هالمركز بالذات؟
مركز سرطان الأطفال هو واحد من المراكز الأهم بالشرق الأوسط، وهو بيتعنى بمعالجة الأطفال بدون أي مقابل. هيدا أول سبب لنقيت هذا المركز. تاني مساج أنا حبيت ليش أولاد السرطان، لأنه هيدا السوجي هو ستان سوجي أمبو تابو بعده عند الناس، بس يمكن مش كل الناس بيعرفوا أنه نسبة الريميشن أو نسبة الشفاء عند الأطفال الحمد هي فوق 80% عند الأطفال. سو هيدا تاني مساج هو التوعية من هيدا الموضوع يلي هو كتير مهم. وثالث مساج يلي هو الأهم يلي أنا حبيت ضوي عليه هو أن هول الأطفال يلي جربوا بشغلة منا هينة بحياتهم، مرقوا بتجربة صعبة بحياتهم على عمر صغير، قادرين يوقفوا هن أو هن مشفيوا أو هن مريضين أو هن عم بتعالجوا، قادرين يكونوا on stage عم بغنوا عم بيفرحوا وعم بيعطوا مساج للأطفال يلي أطفال أدمى عن القوة وعن كل حال. نحن بنستمد قوتنا من هالأطفال بالذات أكيد، لأنه الله بيعطيهم قوة فوق الطبيعة 100%. هو الأشخاص وقت يفوتوا على الحياة ويفوتوا على الفي بروفيسيونال وقت يكبروا رح يكونوا أقوى مني وأقوى من كل العالم. 100% صحيح. مارك نحن بنتشكرك على هاللفتة الإنسانية بهالعيد، لأنه حتى نفسر لكل يلي عم بيعيشوا عيد الميلاد شو هي الروحية والرمزية. بدنا نختم معك بأغنية بترتيلة، شو بتحب تسمعنا منك؟ أوكي. مارك أنا أطلقت بـ 2012 ترنيمة ميلادية من كلمات الشاعر جوزيف أبو ظاهر، ألحان الأستاذ جوزيف خليفة وتوزيع الأستاذ ميشيل فاضل. رح نسمع منك، تفضل مارك. أوكي مرسي. تفضل. تبوش راس العيد زي الأيام، ولد طفل جديد إله السلام. تبوش راس العيد وزي الأيام، ولد طفل جديد إله السلام. ويا نجمة الإيمان نورتي عينينا لإسمه صلينا. بارك الزمان يا سيد الزمان، بارك الزمان يا تتولد بقلوبنا نحن اللي اشتقنا لك. نور عتم دروبنا حمينا من الأحزان، حمينا من الغضب، أعطينا من التعب الراحة والحلال. يا سيد الزمان يا سيد الزمان، تفوج راس العين وزي طفل جديد إله السلام. ويا نجمة الليل